أهلا وسهلا بكم من جديد. بعد سلسلة من التكهنات حول هوية منفذي الجريمة الإرهابية التي وقعت في قرية الدلوة في محافظة الإحساء وراح يعني ضحيتها سبعة مواطنين، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تفاصيل الجريمة في بيان صحافي مؤكدة أن الخلية التي نفذت هذا العمل الإرهابي مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، وأكدت أن قائدها تلقى الأوامر من الخارج وحدد له الهدف والمستهدفين ووقت التنفيذ على أن يكون في منطقة الأحساء. خلونا نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. في تفاصيل جديدة كشفتها وزارة الداخلية بخصوص المتورطين في الهجوم على حسينية قرية الدلوة بالأحساء ليلة أمس، بيّنت أن المستفيدين من برنامج الأمير محمد بن نايف للمناصحة يتراوح عددهم بين 2500 مستفيد إلى 3000 تقريبا، وأن برنامج المناصحة للضالين عن الطريق السوي مثله كأي برنامج تأهيلي قد يعود المتلقي فيه للتأهيل إلى الانتكاسة، وكون أن هناك 12% ممن تمت مناصحتهم عادوا للإجرام فهذا لا يعني فشل البرنامج، فهناك 88% ممن تمت مناصحتهم استفادوا وعادوا لحياتهم الطبيعية واستطاع البرنامج أن يحميهم من الفكر الضال. وفي مؤتمر صحفي ليلة أمس ذكر المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن العمليات العسكرية نتج عنها القبض على منفذي الهجوم بما فيهم قائد التنظيم وعددهم 4 أشخاص، وأن العمليات تمت في 14 مدينة ومحافظة. عدد المتورطين هم 77 متورطا جميعهم مواطنين عدا 4 أردني وسوري وتركي وأحد البدوم من حملة البطاقات، وتم ضبط عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمستندات. المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بيّن أن هذا التنظيم تلقى أوامره من داعش ويعتبر منفصلا لا علاقة له بخلايا سابقة تم القبض عليها في السعودية، وأن قائد التنظيم كان أحد المحكومين سابقا بقضايا إرهاب وهو ممنوع من السفر خارج المملكة. أما عدد السعوديين المتورطين في الخلايا الإرهابية في مناطق الصراع فعددهم 1400 سعودي خلاف العائدين منها وعددهم 600 سعودي، مبينا أن الخلايا الإرهابية لديهم الطاقة ولدى وزارة الداخلية الاستعدادات، وأن القاعدة وداعش جميعها تسعى للنيل من المملكة، وأنه تم التعامل مع عدد كبير من أرباب الفكر الضال والمغررين. شكرا للزملاء لمناقشة هذا الملف. يسون يرحب معي في الاستوديو بوكيل جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية الدكتور عبد الرحمن الشاعر، وسينضم لنا لاحقا عبر الهاتف الدكتور والباحث والمفكر الإسلامي السيد عبد الله فدعق، راح يكون معنا هاتفيا. دكتور عبد الرحمن شكرا لحضورك. بارك الله فيك. ايش ممكن نستنتج احنا من انه يعني العملية أديرت عن طريق داعش؟ هل هي مثلا ردة فعل لمشاركة المملكة العربية السعودية في التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش، أم أنه شيء مخطط له من قبل له أهداف ومبررات أخرى؟ والله الحقيقة القارئ لأحداث داعش بالذات سواء منهجية داعش أو الفكرة الذي يتبنى داعش يتوقع أي شيء من هذه المجموعة هذه الفئة. أما أن ردة فعل فهو أعتقد أنها يعني ربما تكون كذلك، ولكن أريد من أن هذه الحركة طبعا هو أريد فيها فتنة، ولكن سبحان الله أراد الله أن تكون لحمة أو تعزيز للحمة الوطنية، فهي أنا أعتقد أنها ضمن مخططهم، لأنه حتى لما ذكر وجاءت وخادم الحرمين الشريفين ذكر أن داعش لو حتى تصل إلى بعشرة إلى ما أبعد من ذلك، ربما هذه الرؤية الثاقبة من قبل القائد بأنه فعلا هناك خطة لاقتحام دول مجاورة حتى دول غربية أو في أمريكا، وذكرها في كلمته وحذر منها، وطبعا هذا جزء من الأشياء اللي حذر منها الملك. إنما عندما نرى أن المجموعة هي مدفن في المملكة وأن تلقى التعليمات من القيادات في داعش خارج المملكة، هنا يبرز السؤال كيف تم تشكيل هذه الفئة الموجودة في المملكة والمجموعة الموجودة في المملكة، كيف تشكلت وكيف اتصلت بالفئة وخططت لهذا
لهذه العملية. نحمد الله أن رجال الأمن بما لديهم من قدرات فكرية ومادية ومعنوية، وزارة الداخلية بما لديها من آليات ورؤى وفكر، استطعنا على الأقل أن نغطي. طبعا أصبنا بمصاب أليم ووفاة 7 رحمة الله عليهم من الشهداء و3 من رجال الأمن، ولكن ما نتج عن ذلك وما ظهر بالبيان الوزارة الداخلية يدل دالة واضحة أن وزارة الداخلية ومنسوبيها لديهم القدرات على كشف هذه والوصول إلى مرتكبيها خلال ساعات، وهذا ما حدث طبعا، وهذا ما حدث في البيان ولا بلبسناه، وهذا ما توقعناه. نتوقعنا أن كان هناك شفافية في التعامل مع هذه الأحداث، وهذا ما حدث بالنسبة للبيان. توقعنا أن هؤلاء لن يذهبوا بعيدا لإيماننا الكبير بقدرات وزارة الداخلية ورجالها، وفعلا لم يذهبوا بعيدا. ونعلم أن هناك خلايا نائمة اكتشفت بالعشرات، واكتشفوها الرجال الأمن الذين ندعو لهم الثبات والاستمرار، والله يحفظهم من كل سوء. طيب مستقبليا ايش توقعاتك يعني لداعش؟ يعني هل الخطر لا زال قائم فيما يتعلق بإثارة فتن جديدة في المملكة؟ لابد أن نكون حذرين من هذه الناحية. نعم، ما حدث في الأحساء قد يكون بداية، ولكن استعداداتنا لازم تكون على قدم وساق، لأن ربما أن يكون هناك خلايا أخرى لم تظهر لها اتصالات بالقيادات في داعش في الخارج، وهذه طبعا كارثة عندما يكون هناك اتصال لا نستطيع أن نصل إليه. ولكن أعتقد أن ما يقوم رجال الأمن من مسح دائما في هذه الظاهرة، طبعا تعلم مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة وصول المعلومة هنا وهناك وقناعة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، كيف هؤلاء أبناء هذا الوطن ينتهجون هذا النهج؟ هذا سؤال حقيقة عميق لابد يعني يطرح للتفكير. طبعا أي معتقد لدى الإنسان لا تستطيع أن تغيره إلا بتغيير قناعات هذا الشخص بهذا المعتقد، فكيف توصل هؤلاء إلى خلخلة قناعات بنائنا في عقيدتهم ونقلهم إلى معتقد آخر ضال واستخدامهم كآلة؟ بس أيضا دكتور، يعني لما نحن نتكلم عن توقيف 77 شخص لهم ارتباطات بالشبكة نفسها، 4 منهم نفذوا العملية، من بينهم 3 سبق توقيفهم على خلفية قضايا الفئة الضالة وأطلق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم. نعم، إيش ممكن نستنتج من هذا الشيء؟ طبعا أنت المتقارن 3000 تخرجوا من المناصحة، مركز المناصحة، مقابل 77 أو أقل أو أكثر وهم قليلة، طبعا لا يعني هذا لم نستطع أن ننجح في معالية المناصحة إطلاقا، لأنه لابد نكون نعمل النسب والتناسب، والسلوك الإنساني يتغير، قابل للتغير. القناعة التي يعني يعتمد على حجم القناعة، أنت أول ما يحدث للشخص هو وصول الفكرة إلى دماغه. عندما تصل هذه الفكرة أو الفكر إلى الشخص وينتقل إلى قناعة تنعكس على السلوك رأسا، هذا في علم النفس، تنعكس على السلوك. في البداية عندما تكون قناعة بفكر معين تستطيع أن تعالجه، ولكن عندما ينتقل إلى سلوك يصعب علاجه في هذه الحالة. هو ليس مستحيل ولكن يصعب علاجه. ربما هؤلاء الذين أطلق سراحهم وعادوا إلى هذا أن ما زال في فكرهم وسلوكهم ما بقى من أن يعودوا إلى هذه الـ طبعا ما هو الحل؟ طبعا الحل طبعا هو هناك في علم النفس ما يسمى الرميديال بروجرام، اللي هو البرنامج العلاجي. ربما يكون الأسلوب اللي استخدم يعني زي جرعات الدواء، ربما يكون الأسلوب اللي استخدم يحتاج جرعات أكثر حتى تنتزع هذا السلوك وهذه القناعة من داخل هذا الشخص وتعيده إلى سلوكه الاجتماعي العادي المقبول. فهي قضية الآن معتقد وقناعة في هذا المعتقد، لكن هذه القناعة صار لها خلل. كيف صار لها خلل؟ من خلال قلب الحديث والآيات والتفسير وجعلها مبررات لأن ينتقل بعقيدته إلى عقيدة أخرى
قد تكون هذه العقيدة هي العقيدة الضالة التي من خلالها يستطيع الذي من خلالها سعى إلى هذا لا يوجد هناك مسلم يقتل مسلم في عقيدة الإسلام يعني بل شهد لا إله إلا الله حرب دمه. فإذا كان هذا الرجل الذي يقتل من يشهد لا إله إلا الله هذا لا يعني فعلا هذا يعني قدر من قدر على تحويله إلى هذا الآلة المدمرة في شكل إنسان من خلال العقيدة من خلال الخلل في قناعاته في عقيدته. فهذه القضية هذه قضية طبعا قضية تخرج شائكة. وأنا أعتقد وأجزم أن الأخوة من علماء النفس وعلماء الدين وعلماء الاجتماع الذين يعملون في مراكز المناصحة لا يخفى عليهم ذلك. وأعتقد أنهم نهجوا مناهج وأنا أعرف بعضهم أنه فعلا نهج مناهج كثيرة في هذا الجانب واستطاع ونجح. ولكن عندما يأتي 6-7-5-10 يعني 2%-5% أو 10% أو حتى 20% لا تستطيع تصل بهم إلى ما وصلت بال3000. طيب لا يعني أنت دكتور عندكم في جامعة الأمير نايف رصد مثل هذه الظواهر؟ طبعا إحنا عندنا رصد للظواهر الأمنية في العالم العربي لدينا نوعنا كذلك بعملية العملية الإرهابية. آخر ما قمنا به هو الندوة اللي عملناها الأسبوع الماضي قبل أسبوع في بريدة وهي العلاقة التكاملية بين اللجنة الأمنية والتعليم. جمعنا فيها عدد ما يقارب 200 منسوبية الأجهزة الأمنية إلى 400 منسوب من مسؤولي التعليم سواء طلبة أو أساتذة أو موجهين أو مشرفين. وجمعناهم في قاعة واحدة ل3 أيام وتدرسنا سبل يعني المكافحة السبل العلاقة العلمية. جامعة نايف هي الذراع العلمي لوزارة الداخلية العرب الذراع العلمي. جميع ما يتعلق بالبحوث والدراسات تتم توكل إلى جامعة نايف للقيام بها. بعد أسبوعين عندنا الإعلام والإرهاب في الرياض كذلك وهذا مؤتمر دولي هيعقد في الرياض بعد أسبوعين إن شاء الله يتعلق في هذا الموضوع. نعم. ولدينا من الدراسات والبحوث ما يقارب 80 دراسة الآن وصلت لمناقشة موضوع الإرهاب والإعلام يعني وسائل الإعلام كثير وسائل مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي والإعلام الجديد وما شابه ذلك. شكرا لك دكتور عبد الرحمن الشاعر وكيل جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية على حضورك معنا والمشاركة في هذا الملف. أشكرك. كان مفروض يكون معنا السيد عبد الله فدعك لكن لعل مانع خير الجوال مقفل. راح نتوقف مع فاصل وننتقل لملف آخر بعد قليل.